محمد المنائي باي الأطفال اللي تتعرضوا للعنف من طرف الأم ديالهم في مدينة طنجة، بالضبط في الحومة ديال العين الحياني. نعم سيدي، هاد السيدة هادي من الأول ديالنا، مجوجة أنا على سنة الله ورسوله، مجوجة في 2009 كانت حملت بالبنيسة عندي ريم المنائي في عمرها 9 سنين، كانت حملت بها النوبة الأولى، كانت باقية لها يلا شي شهر أو شهرين وتولدها. واحد النهار تندخل أنا للدار، كنت في الخدمة، تندخل للدار تنكتشف هاد السيدة هادي شادة واحد القرعة ديال الكولا أو سيليسيون وتتشمها في حالة في الغيبوبة. تندخل أنا تنتفاجأ، تلفت ما لقيت ما ندير، حيد داك القرعة، حيدت عليها هي وقدتها بالماء. فاش وقدت قلت لها الإنسان هادشي هذا شني، علاش زعما مشيتي لهاد الحالة هادي وشني تديري وكذا. هي براسها صاف ما عرفتش تجاوبني، قالت لي صافي آخر مرة هي الوحم. مؤخرا هذه واحد العشر ايام واحد الفيديو شاهدته اختي في اليوتيوب، شافته بالليل، ما قدرتش تقولها لي لا غد لي في الصباح. شافت الوليدات ديالي تيتعذبوا، بيتين في الزنقه، شي مضروب، شي محروق، هذا الشيء كامل من الناس من طرف الام ديالهم تتعذبوا من العذاب هذا. مشوا الجيران، مشوا الناس كاملين ديال طنجه، كلهم بقى فيهم الحال. واحد النهار مشات عند السيد وكيل الملك، قلت له الله يرحم والديك، مرتي ها فين كانوا ها فين كاينه، تسرد لي وليدات ديالي ما تينعسوش بالليل، تتبات سهره بهم، تبيعوا كلينيكس، هي تتكون في الاماكن الفريه حاشاكم بيران، والوليدات ضايعين لا نعاس لا ماكله لا شراب، وتيمشيو تيجيبوا لها يعني تسعه ويبيعوا كلينيكس ويجيبوا لها هي وتدخل هي تكمل على الملاهي ديالها. الوليدات انا راه الله اللي عالم مقلب في جيسهم هما. كعطاني ورقه قال لي سيري لقيت مرتك، شنق عليها وعيط للشرطه. بالفعل تميت غادي واحد النهار، شفت السيده ديالي غادي تهرب، تميت غادي تنسبق، تعرضت للطاكسي ما خليتوش يتحرك. قلت له هاد السيده هادي تنزلها اولا طحني. هاد السيده ديالي راه هربانه وراه بالقانون، انا تنقلب عليها وورقه مع السيد وكيل الملك هي في يدي، يعني انا خصني مرتي دابا نشنق عليها الشرطه تحضر. شنقت عليها، انا في الاول بغيت نهضر معايا بالسياسه زعما باش زعما بلا عنف بلا حتى شي حاجه. انا مديت يدي وهي بدات تتعض لي يدي وتتهداك، يعني بغات العنف. شنقت عليها، بقيت نعيط على المخزن مده شي نص ساعه، في عوض المخزن اللي خرجوا عندي حاشاك الكلوشره ديال البيران ديال تما ديال طنجه بلاصه الشيشات. وهاد شنو نقول لك، انا تصبهت السيده ديالي ما بغاش نطلقها، هما اكثر من 30 واحد اللي تعنفت عليا. فاش خرجوا ولادي دماغي خارج معاهم، عييت من نسبق ونجري باش رد الوليدات ديالي قانونيين يقراو يكونوا تحت السيطره ديالي، نفق عليهم ونكون انا مراقب وليداتي. ما لقيتش الجهد لا جهد الله، انا حاله ضعيفه. فاش مشيت لعند السلطات المحليه كلها ديال طنجه فاس، يعني ما انا يا خرج لي صورته تنخسروا في المراكب في التران في الكار في الطاكسيات، انا عبد ضعيف، انا سبقت وجريت ما لقيتش الحل. تنطلب الله المسؤولين يحن قلبهم، حتى ما عندهم ولادهم يعني انا يحسوا بيا، انا راه الله اللي عالم بيا، انا وليداتي من النار اللي خرجوا انا دماغي خارج معاهم، وانا تنطلع ونسبق دابا وتنجري ما لقيتش شي حل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.